مساء الخير. برافو برافو برافو، مرحبا بكم. سعيد جدا سعيد جدا بتواجدي معكم هنا لأول مرة. كي قلت أول مرة ماشي معناتها أول مرة في مدينة جيجل. أنا كنت زرت مدينة جيجل في سنة 97 سنة 98، وخاصة في سنة 98 في حفل خاص لمساندة الأطفال الطفولة المسعفة. واليوم ساعدني الحظ أن نكون هنا في أول خرجة لعمو يزيد في حفلته داخل الوطن، كانت بمدينة جيجل بدعوة من مديرية الثقافة تحت إشراف السيد الوالي. مدبية تعطونا تحية لمديرية الثقافة على النشاطات اللي يديرها في الميناء، جميل جدا. شكرا أن يكون نشاطات هكذا تستقطب العائلات والأطفال. عجبتكم النشاطات اللي راهي هنا في الميناء يا أطفال؟ عجبتكم؟ برافو. راكم مزروبين باش تدخلوا المدرسة ولا ماذا بكم؟ العطلات تزيد شوية. شوفي ها؟ شوفي أعطي الميكرو للشباب هذا. واسمك؟ سامي. وين تسكن سمير؟ في لاج موسى. في لاج موسى وين؟ مدينة؟ جيجل. مدينة جيجل؟ هنا برك جيت على رجليك؟ إيه. ما جيتش بالطوموبيل؟ أنتم كاع جيتوا في شكون يجي على رجليه؟ ها يا مليح ماكمش بعد مالا. قولي ماذا بك ندخلوا المدرسة ولا العطلة تزيد شوية؟ العطلة تزيد شوية. اوكي شكرا سمير. شوفي اعطي لي الميكرو لهذا الشباب هذا. لا انت ايه. يلا تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه. واسمك؟ ياسين. ياسين وين تسكن ياسين؟ جيجل. جيجل تاني خيار الناس الله يبارك. نطولوا العطلة شوية ولا نطولوا؟ اوكي. شوفي لنا البنات، شوفي لنا البنات. هذيك الشابة هذيك ليل هيك هذيك انت هذيك فوالا هذيك هذيك. لا لا هذه ما تقراش، الاخرى اللي تقرا فوالا. تعالي بنتي فوالا. في زوج في زوج روحوا في زوج معليش. واسمك بنتي؟ احلام. احلام ماذا بك العطلة تزيد شوية ولا ندخلوا المدرسة؟ تزيد شوية. تزيد شوية. اوكي. وانتي واسمك بنتي؟ رانيا. رانيا وين تسكني؟ جيجل. جيجل خيار الناس. ماذا بك ندخلوا المدرسة ولا نزيدوا العطلة؟ ندخلوا. ندخلوا المدرسة. برافو برافو. تفضلوا تفضلوا. عمو يزيد رايح يغني لكم زوج اغاني. راح نبداو بالعطلة. العطلة نقول فيها هذه العطلة نتغنى بالعطلة نقول درسنا ولكن لم تكن أياما سهلة. تغنوا كامل معايا ومن بعد العطلة نغنوا الأغنية تاع الشابة هذيك صباح الخير مدرستي. إذا تغنوا كامل معايا العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا
نجحنا وها نحن اليوم في عظمة. يلا يلا كمل معايا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة، لا أمضيه لهوا اللعبة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا 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 شكرا. إذا بذلنا جهدا ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. سمعت أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهو اللعبة. يا أخي ولا لهو أكثر من تقرأوا شوية في العطلة. شكون اللي يقرأ في العطلة يرفد يدو؟ على بالكم يا أطفال ماشي شرط أنكم تقرأوا الكتب المدرسية، يعني أي مطالعة مليحة في العطلة، تقرأ كتب قصص طالع يا أخي. ودركا جات الأغنية اللي تحبها الشابة هذه اللي قالت لنا أني حابة نرجع للمدرسة. إذن نحن على أبواب الدخول المدرسة. عمو يزيد لكم أغنية خاصة نقول فيها صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. أباكم واش نقول فيها؟ انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم. خلاص تحبوا النوم؟ خلاص. إذن صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. كمل معايا. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير كامل كامل مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 كامل. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك طلب العلم. صباح الخير مدرستي، كامل جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 كامل. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي،
كسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ عجبتكم الأغنية؟ شوقتكم شوية للمدرسة؟ أنا نحب كي نقول اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. راكم متشوقين تلاقوا مع المعلمة تاعكم؟ شكون اللي يحب المعلمة تاعو يرفد يدو؟ أوكي. إذن هذا نداء للأولياء، نقول لهم باللي الطفل بطبيعته بالغريزة تاعو يحب المدرسة. إذا كان شفتوا باللي وليدكم ولا بنتكم ما هيش تحب تروح للمدرسة، لازم تشوف علاش، لازم تحوس تفهم، لأنه الطفل بطبيعته يحب المدرسة. بالك عنده مشاكل، بالك المعلمة تضربه، بالك النادة موش يدير الواجبات. إذن قاعة الأشياء هذه لازم الطفل، لازم نراعيها عند الطفل. اليوم عندنا ممول الحصة مع عمو يزيد، شركة رامي. تحبوا لجي رامي؟ تحبوه؟ سير. إذن ممول الحصة جاب لكم هدايا، وهاد الهدايا ما راحش نوزعها هكذا، راح نطرح عليكم الغاز. تحبوا الغاز؟ اللغز الأول يقول: لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك. ما هو؟ لا تستطيع أن تحفظه، لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك. واش هو؟ أروح وليدي أعطي له الميكرو. أروح أنت يا زعما هذا يا شاطر. واشني هي الإجابة؟ الاسم. لا لا، واسمك؟ حسام. وين تسكن؟ في جيجل. سما جيجل حكمتو كاع الصفر الأول، والضيافة راه من اللور. شكون اللي ما يسكنوش في جيجل؟ هيا كاين القدام صافي. انا عم بالي قعدتهم والله. انا نعرف مدينه جيجل وسكان مدينه جيجل مضيافين، انا ضيفوني بزاف، في كل مره نجي يضيفوني فوق اللازم. اذا حبيت نقول بلي سكان ولايه جيجل مضيافين جدا. يعطيك الصحه وليدي. ما هوش الجواب، معليش. شكون اللي عند؟ تعال تعال تعال. وانت عندك الجواب. واسمك؟ عمو يزيد. واسمك؟ عبد الودود. عبد الودود. وين تسكن؟ جيجل. في جيجل تاني. خيار الناس. واش هو الجواب؟ واش هو الجواب؟ قولوا له. نسيت الجواب. انساه. لا 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 لا، ما سمعناش. شوف واحد اخر، اقعد هنا دقيقة، اقعد وراك. زيد. يلا، اروحي بنتي انت، تعالي. واش هو الكادو هذا؟ رامي. وراي شركة رامي. تخي بيان. جو انتراكتيف. ايوا. واش هو؟ السر. السر. واسمك بنتي؟ فريال. فريال. وين تسكني؟ ميليا. في ميليا. خير الناس. ماهوش السر، ماكيش بعيده، ماكيش بعيده. شكون؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ آية. وين تسكني آية؟ في عين مليلة. عين مليلة. خير الناس خير الناس خير الناس. واش هو الجواب؟ الكتاب.
الكتاب. لا لا ماشي الكتاب. اروحي بنتي انت، تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ ايمان. وين تسكني؟ عين دفلة. عين دفلة. او تصفيقة، تصفيقة على الناس عين دفلة، رحبوا بهم شوية، خير الناس خير الناس. وش هو الجواب؟ الوعد. الوعد. اوكي اروحي قعدي هنا. إذن الجواب هو الوعد. عطي لي الهدية الثانية. الجواب هو الوعد. بون تسمعنا بابا قاله لك مي بون معلش. ايه قلته له ونساء عود قلته له، ولكن تستاهل وليدي. الوعد هاك تفضل. إذن وقفوا هنا، وقفوا هنا نصوركم. تعالي تعالي بنتي، أروح أروح ولا. إذن الجواب على اللغز كان الوعد. دونك هاد الشيء تعطيه الواحد، تعطي له الوعد من بعد باش تحفظ الوعد. كاين الغاز اخرى ام جايين يا اخي؟ حاجه اخرى، ما هي الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقه نتاعك؟ سي كوا لي كاليتي كون فو روتروفي شي ان امي ولا اون امي؟ اوكي عطيلش هذا هدر ولا مازال؟ اعطيلو. واسمك؟ خالد. خالد وين تسكن؟ في تسوست. وين؟ جيجل. في جيجل. خيار الناس خيار الناس ولدي. وش هما الصفات؟ احترامه. الاحترام. برافو. اوكي شوفونا الشابة هذه، ارواحي. واسمك؟ اكرام. وين تسكن اكرام؟ في جيجل. في جيجل خيار الناس. وش هو الصفات؟ الصدق. الصدق. برافو 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 برافو. تعالي بنتي. واسمك؟ ليلى. وين تسكني؟ في سطيف. في سطيف. سطيف العالية بابا، عين الفوارة. خير الناس بنتي خير الناس. بكي تروحي تسلمي عليهم كامل؟ لا هاي. وش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا؟ إخلاص. الإخلاص. برافو برافو. تعال تعال أروح أروح. انت 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 تعال تعال تعال. أوكي تعال. اللطف. أن يكون لطيفا. واسمك؟ خليل. وين تسكن خليل؟ بيتنا. خيار الناس خيار الناس ولدي. إذن أن يكون لطيفا. برافو. شوفي الشابة هذه، أعطي لها الميكرو. الشابة هذه ليلك، بعتي هذيك، بعتي لها الميكرو بلا ما تجي. معليش معليش بنتي. واسمك بنتي؟ مريم. مريم وين تسكني؟ في الجزائر. في الجزائر في العاصمة، الله يبارك. وش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا في الصديق ولا الصديقة تاعك؟ الاجتهاد. الاجتهاد. يكون يقرا مليح. ها عبالكم هذه صفة جميلة جدا. لازم دائما أصدقائكم يكونوا مجتهدين يا أطفال. إذن نزيدوا نشوفوا هذا الشاب هذه، أرواحي. وش هما الصفات؟ واسمك بنتي؟ رباب. وين تسكني يا رباب؟ في بيتنا. في بيتنا خيار الناس خيار الناس. وش هما الصفات؟ الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد. برافو برافو برافو. لانه عمو يزيد قال لكم اغنيه خاصه بالصديق، واش نقول فيها؟ لي صديق صالح، صالح حسن السلوك مؤدبا، بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي، كامل 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 هكذا. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأله. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي، كامل 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 هكذا كامل.
يلا 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 كامل كامل كامل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا ناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. يلا 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 كامل كامل يا أطفال كامل كامل. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. شكرا 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 شكرا. راني جد سعيد لاني موجود هنا معاكم يا أطفال، ما تقدروش تصوروا عمو يزيد شحال يحبكم، وماذا بيا كامل كما راكم نستضيفكم ان شاء الله في حصة مع عمو يزيد. لهذا الشيء لازم تتوجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com عمويزيد.com باش تسجلوا نفوسكم باش تقدروا تحضروا معنا في الحصة. احنا قال الحصة الناس اللي يشاركوا فيها نكلموهم بالهاتف ولا بالإيميل. لغز اليوم الثاني يقول، قولكم لغز سهل ولا صعيب؟ سهل. تحبوا الحاجة سهلة؟ تحبوا الحاجة السهلة. إذن اللغز يقول يرفع أثقال ولا يستطيع رفع مسمار. هذا نبدلو، هذا تعرفوه. خلاص خلاص باين عرفتوه كاع يا اخي. وش هو؟ عرفوه كامل هذا. شاطرين بزاف انتوما. لا لا نبدلو 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 نبدلو. يضرب وجهي ويلصق ظهري، من اكون؟ اعطي الميكرو للشابه هذيك، اعطي لها الميكرو. جوزي ولها. واسمك بنتي؟ فريال. وين تسكني؟ الجزائر. في العاصمة، الله يبارك. وش هو الجواب؟ الكرة. لا لا ماشي الكرة. يضرب وجهي ويلصق ظهري، من أكون يا ترى؟ يا ترى ويا ترى. أروحي بنتي انت يا تعالي تعالي. عندك الجواب؟ مسمار. هذاك لغز آخر هذاك. أعطينا للشابة هذه. واسمك بنتي؟ إكرام. وين تسكني؟ في حمام الضلعة. الله يبارك حمام الضلعة. وش هو الجواب؟ الريح. لا لا ماشي الريح.
يضرب وجهي ويلصق ظهري. مازال ما جيتيش، شكون هاكي بعيده شويه؟ عطيني الميكرو للشابه هذه. هذه واسمك؟ ندى. ندى وين تسكني ندى؟ في جيجل. في جيجل، خيار الناس. وش هو الجواب؟ طابع البريد. واش رايكم؟ واش قلتي؟ واش هو الجواب؟ طابع البريد. طابع، شكون قالها لك؟ بابا ولا ماما؟ بابا. فوالا هكذا. إذن هو طابع البريد. تعالي بنتي طلعوها طلعوها. إذن الطفلة اللي باباها قال لها الجواب هاي ليك روحي. يا أولياء ما تزيدوش تقولوا لأولادكم الجواب، خلوهم يفكروا شوية. يا أخي معليش أعطيني الهدية تاعها. الهدية مهداة من طرف ممول حصة مع عمو يزيد. وعمو يزيد شو؟ رامي. تشربي رامي؟ نعم. تحبي الجي ولا الحليب؟ جي. واش من جي تشربي رامي؟ تاع تشينا ولا تاع مج؟ تاع الفراولة. الفراولة، رامي ملك الترم تاع الفراولة. تفضلي بنتي، تفضلي بنتي. يلا، أي 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 عند عمو. على بالكم يا أطفال الجار مهم جدا في حياتنا اليومية. حنا كي كنا صغار كنا كي نرجعوا للبيت ما يكونوش الأولياء تاعنا في الدار، كنا نروحوا عند الجار. نشوفوا تلفزيون، ناكلوا، نقعدوا، نلعبوا مع أولاد الجار. إذن معاملة الجار أحسن معاملة، شيء مهم جدا. لهذا الشيء عمو يزيد دلكم أغنية خاصة بالجار، نقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا كمل معايا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الأنظار حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا كامل 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 كامل. قل لي يا جاري مختار، قل لي كيف أهل الدار، جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. قل
تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا شكرا يا أطفال. حبيت نقول لكم بلي هذه الأغاني كلها أغاني مكتوبة كتبينها كتاب كلمات جزائريين وملحنة من طرف ملحنين جزائريين. احنا ماذا بينا والأسباب اللي خلات عمو يزيد يتخلى على الغناء للكبار نهائيا ويعتزل الغناء للكبار ويهتم بالأطفال هو هذا الفراغ اللي كان موجود في الأغاني تاع الأطفال. ربي يوفقنا إن شاء الله ونقدروا نعطوكم مواضيع اللي تفيدكم في الحياة نتاعكم. شكرا شكرا. هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طبقت كتوابه والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد بشرى يعطينا الحل حكايات فيها عبرة حكمة مثل معلومات وبها